عندنا بقى شويه اخبار وشويه مستجدات عايزين نبتدي ايه نعرفها لحضراتكم تباعا في سياق حلقتنا النهارده. بدايه عايزينكم تعرفوا ان امبارح تواصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هاتفيا مع سياده السفير شريف سيف، وهو طبعا سفير مصر لدى كوت ديفوار، عشان يطمن من خلال هذا الاتصال على كافه الاستعدادات الخاصه بالبعثه المصريه اللي هتشارك في كاس الامم الافريقيه لكره القدم في نسختها رقم 34. طبعا بالنسخه دي بتستضيفها كوت ديفوار خلال الفتره من 13 يناير وبتستمر حتى يوم 11 فبراير ان شاء الله. بيشارك فيها 24 منتخب، وال 24 منتخب متقسمين على 6 مجموعات. وبرضو عايزين نقول لكم ان خلال هذا الاتصال استمع سيد وزير الشباب والرياضه الى شرح مفصل من سياده السفير شريف سيف حول كافه الاجراءات اللي طبعا اتخذتها السلطات الكوت ديفواريه لاستضافه هذه البطوله، واللي بطبيعه الحال بتشمل توفير كافه سبل الراحه والدعم من البعثه، والاهم ضمان سلامه وامان كل اللاعبين. طبعا بنتمنى لهم كل النجاح والتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني، ونتمنى لهم العوده مجددا الى منصات التتويج والفوز بلقب كاس الامم الافريقيه بعد غياب 13 سنه. بص رقم 13 اقول لك على حاجه، رغم ان في ناس بتتشائم منه، انا بحبه جدا، كسبني قبل كده على فكره. اوكي.